السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ أم منصف. اليوم غنشارك معكم واحد السواسون كيجي زوين ولذيذ بزاف وبحشوة بسيطة وتيجي زوين. دابا غادي نعطيكم المقادير ديال العجين اللي كنحتاجو فيها. كنحتاجو هنايا أول حاجة كنحتاجو الدقيق 250 غرام ديال الطحين الأبيض، عندنا معلقة ديال لاموطارد، عندنا قبصة ديال الملح على حساب الذوق، عندنا 100 غرام ديال الزبدة، وعندنا واحد البيضة كنخفقوها، وعندنا الماء ديال جميع العجين. أول حاجة كنديروا البيض وكنديروا كاع هاد العناصر كلهم جادرتهم في القصرية. هانتوما يا كنشدو الدقيق كله كنلبسوه بهاد والما تيكون بارد ما تيكونش سخون ولا يكون دافي. كنديرو النص ديال المعلقة غير شوية ديال البزار، غير شوية ديال البزار صافي اللي كنديرو. والماء كنديرو غير بشويه بشويه حتى نجمعو العجين، ما نديروهش دقه واحده. ودابا كندلكوها مزيان مزيان مزيان، دلكوها ها نتوما كديروا لها بحال ما هكا حتى تعود عندكم ديك العجينه تكون رطبه ورما جاريه. ها نتوما كتشوفوا فيها راه غير جمعتها، غير واحد الجهد اللي درت غير بحال درت شي جوج معالق كبار هكاك ديال الماء بارد صافي. ودابا العجين ديالنا تيصبح على هذا الشكل، تيعود رطب بحال ما هكا. غادي نديرو في البلاستيك غذائي وغادي نديرها في الثلاجه واحد 30 دقيقه صافي، وغادي نتلاقى وغادي نوري لكم دابا الحشوه اللي غادي ندير فيها. ودابا الحشوه اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو عندنا بصله ميان ديال الحجم تنقطعوها رقيقه، وعندنا واحد البصله خضاريه وحده هذيك خضياريه، وعندنا فلفله حمراء، وعندنا واحد المعلقه صغيره ديال الطوماط المعلك، وعندنا هنايا واحد العلبه ديال الفيطر ديال الشامبينيو ديال العلبه، الوزن ديالها 250 غرام. عندنا معلقه كبيره ديال الصوجا صلصه الصوجا، وعندنا نص معلقه ديال الثوم غبره، الا عندكم طريه ديروا جوج فصوص ديال الثوم. عندنا ملحه على حساب الذوق، وعندنا نص معلقه ديال البزار ما كنكثروش البزار حيت جادرناه في العجين، وعندنا واحد المعلقه صغيره ممسوحه ديال الهريسه هذه اختياريه هي ومطيشه المعلكه، الا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. عندنا 200 غرام ديال الكفته، وعندنا زيت الزيتون وزيت المائده مخلطين غادي، والمقله غادي نبداو على بركه الله. غادي ندير واحد جوج معالق بحال ما هكا ديال الزيت، وغادي ندير نديرو البصله حتى تحمر لينا، عاد نبداو نديرو العناصر. ودابا غادي ندير الفلفله بعد ما تيتحمر لينا مزيان البصل، كنديرو الفلفله. ودابا غادي ندير الفيطر، ودابا غادي ندير الكفته.
هذا دابا كنحركوا كل هذيك العناصر كنحركوها بعد تنديروا الكفته هانتوما الكفته كلها تنحلوها بحال ما كنا تنخليوهاش مكوره باش ملي تنكونوا نعمروا الخبيزات ديالنا ما يتقطق ودابا بعد ما الحشوه ديالنا كتشرب كله داك ليدام وكطيب لينا مزيان تنخليو ملي كنديروا الكفته كنخليو واحد 5 ديال الدقائق تدخل مزيان مع العناصر اللي درنا ديال الخضر دابا غادي نطفي عليها ونخليها على جنب تبرد بعد ما غادي تبرد غادي نبداو نخدمو في العجين ديالنا ودابا غادي نعطيكم واحد الشربه ديال العشاء كنتمنى تعجبكم راه كتجي زوينه بزاف وبسيطه والدجاج كديروه داكشي اللي عندكم داكشي البقايا ديال الدجاج غير بالبقايا ديال الدجاج اللي غادي نديرو هاد الشربه عندنا هنا الدجاج عندنا جناوح عندنا داك الجهه ديال الصدر ديال سميتو صافي دوك الجوايه اللي كتقلعوا منهم كنقلع داك الصدر وكنخلي داك العظم وفيه اللحم تن ندير به هاد البقايا ديال الشربه بعد تنبغيها عندنا هنايا قزبر ومعدنوس 3 المعالق 3 درتهم هنايا باش نطحنهم مع بصله عندنا بصله متوسطه الحجم عندنا جوج فصوص ديال الثوم عندنا مطيشه كبيره قطعتها نقيتها وقطعتها غادي ندوزهم كلهم غادي نطحنهم هنايا في الماكينه وعندنا واحد زليفه ديال مطيشه عندنا خرقوم معلقه عامره ديال الخرقوم عندنا معلقه ديال السمن عندنا معلقه ديال السكينجبير ونص معلقه ديال الابزار عندنا واحد الضامه ديال البنه ديال الدجاج عندنا زيت الزيتون وزيت المائده وعندنا الشعريه ديال الصفه هذه شعريه ديال الصفه اللي عندي هذه كنستعملها كتجيني زوينه بزاف صافي هادو هما المقادير اللي عندنا واحد شويه ديال الملحه دابا غادي اللي نبدا به غادي نبدا غادي نطحن هاد العناصر عندنا وغادي نطلقها دابا غادي نبداو بسم الله غندير واحد الجهد ديال نص كاس ديال الزيت وغادي ندير البصله اللي طحنا والربيع ومطيشه اللي بغى يطحنهم غير بالموس راه كديرهم غير بالموس اللي ما اللي بغى بحالي بحال هكايا انا كنبغي تكون مطحونه مزيان كيدير ليها بحال ما هكا داكشي غير على حسب الاختيار انا كنبغيها بحال ما هكا ودابا انا غادي ندير القطع اللي عندنا ديال الدجاج باش كتجي زوينه هاد الشربه راه كدير كلشي كديرو دقه وحده كدير كلشي مره وحده هانتوما غادي ندير واحد الزليفه ديال الماء وغادي نسد عليهم وغادي نخليهم يطيبوا واحد 5 ديال الدقائق هانتوما بحال هكا الزليفه ديال الماء فدرتها فديك ديال اللي درت فيها مطيشه دابا انا غادي نسد عليها ونخليها ودابا
غادي نحلو الطنجرة ديالنا بعد ما كدوز 5 ديال الدقائق هانتوميا. دابا غادي ندير المراق، غادي ندير المراق الكافي، غنزيد المراق دابا غادي نغطي عليها ونخليه حتى يغلى لينا المراق وغادي نتلاقاو باش تشوفوا كيفاش. ودابا العجين ديالنا بعد ما كدوز 30 دقيقه كنجبدوه، كتبرد لينا الحشوه ديالنا، كندير واحد شويه فوق الطاوله ديال العمل. كان عندنا واحد المعلقه كبيره ديال الطحين، وعندنا واحد البيضه، وعندنا الحشوه، وعندنا هاد القطاع. دابا غادي نسرحها على فوق الطاوله ديال العمل وغادي نتلاقاو. ودابا انا بعد ما درتها في ورقتها هانتوميا، راه التطجير رقيقه بزاف هانتوميا، رقيقه. دابا غادي نديرها بهاد، بغيتو ديروها بدائري كديروها كتقطعوها، بغيتو تقطعوها مربعات كتقطعوها مربعات، داكشي الاختيار ديالكم. وهادو راه كيجيو زوينين، كنديرهم في رمضان كيجيو زوينين بزاف، كنديرهم في الكوتي. هانتوما دابا انا غادي نقطعهم كاملين وغادي نتلاقاو باش تشوفوا. دابا بعد ما كنكملوهم بحال ما هكايا كنعقبو نديرو ليهم هكا حيت يتجمعو بالقطاعه فاش نقطعوهم. هانتو بحال ما هكا كنهزو اخرى كنديرو لها حتى هي بحال ما هكايا، تنعقبو نسرحوها. ودابا كنديرو الحشوه ديالنا، كنهزو معلقه ميان انتوما هي، كنديرو تاني بحال ما هكايا. راه بغيتو تكبرو بغيتو تصغرو كتصغرو، راه ماشي كتهزو بياض البيض كديرو ليه بحال ما هكايا كاع من هاد الجوانب هادو. هكا كنجبدوا العجينه، العجينه راه ما كتقطع لينا ما حتى شي حاجه. ها نتومايا العجينه راه ما كتقطع ما والو، كيف ما جريتوها كتجر معاكم. ها نتوما بغيتو ديروا الفرماجه موتزاريلا راه كديروه. هانتوما بغيتو ديروا بحال ما هكا، كديروا هاد في الدقيق
هانتوما باش ما يتبقاش العجينه تلصق ليكم. كتبركو بحال ما هكا. غنكمل معكم هذه وغادي نمشي انا بحال ما هكا حتى نكمل كاع الخبيزات اللي عندي. هانتوما الصورة واضحة راه ما تنتمنى ان شاء الله تجربوهم وتقولوا لي وتكتبوا لي، ما تردوش كتبوا لي وقولوا لي كيفاش جاوكم. راه كيجيو زوينين وكيحمقوا هاد باللذة ديالهم وبالمنظر، راه ماشي هانتوما. ودابا غادي نمشي بحال ما هكا تنكمل ونتلاقاو. ودابا بعد ما كملتهم خرجت ليا طاوة ونص، من بعد غادي تشوفوا شحال من حبه. دابا كنشدو واحد الكوردون بحال ما هكا، واحد العود ديال السوتسيكا دينتي كنديروا ليه، كنديروا غير تقيبه بحال ما هكا، غير كنتجنبوا ديك تقطع لينا العجينه اولا شي حاجه. دائما كنديروا الحطيات ديالها بحال ما هكا. صافي درت البيضه اللي بقات ليا اللي كنت ندهن منها، درت فيها واحد المعلقه صغيره ديال الخل الابيض. صافي اولا ديروا حليب، المهم حسب الاختيار والذوق كان ندهنوهم. وكنسخنوا الفران على 200 درجه، كنديروهم يتحمروا حتى يذهب اللون ديالهم 20-25 درجه. صافي كنخرجوهم. دابا انا غادي ندهنهم وندخلهم للفران ونتلاقاو بعد ما نخرجهم. ودابا بعد ما طابوا لينا العناصر كلها غادي نبدا ندير في الشعريه. وهاد الشعريه البنات راه دابا ان شاء الله نعطي لكم على الطريقه الايطاليه. كيقليوها في الزيت، راه كتجي حتى هي زوينه بزاف. دابا ان شاء الله نعطيكم واحد الطريقه زوينه بزاف على شكل طريقة إيطالية. هانتوما كنديرها كاملة لحقاش حنا بغيناها تجي متماسكة، ما تجيش جارية، غادي تجي إن شاء الله دايرة ملبية مزيان. هانتوما غتشوفوا كيفاش غادي نشرح لكم كيفاش غادي تشوفوا. هانتوما كتصبح بحال ما هكا هي، كتبقاو تحركوا تستمروا في التحراك باش ما تلصقش لكم من الطنجره من التحت. هانتوما بحال ما هكا هي. دابا غادي نطفي عليها وغادي نخليها شويه ترتاح عاد نقدمها نديرها في الطبق ديال التقديم. صافي راه في ساعه كطيب. ولا ما بغيتوش ديروا هاد الشعريه رقيقه كديروها شويه غليظه، الحجم اللي فايت هذا شويه اللي غليظ واحد شويه. صافي هادشي هو. دابا غادي نتلاقاو في التقديم. ودابا هانتوما بعد ما طيبتهم انا غادي نكمل الطياب، باقي ليا النص ديال الطاوه وغادي نتلاقاو باش تشوفوا كيفاش غادي نقدمهم. ودابا هادو هما السواسون اللي درنا، كنتمنى يعجبوكم. هانت هما هي هادو، درت جوجات العجينه اللي بقات ليا درتهم جوجات كبارين باش نوري لكم بين ويا راه كتبغيتو تكبروا كتكبروا، بغيتو تصغروا كتصغروا. وهادو هما اللي درت معاكم شاركتهم معاكم. وهاد الشكيل ثاني درتهم ديال الضفيره بحال ما هكايا. صافي هادو هما هي اللي درت، كنتمنى يعجبوكم هاد السواسون ديالنا. ورفقتهم مع واحد الشوربه بسيطه، ها هي كنتمنى تعجبكم. راه كتجي لذيذه بزاف، ودرتها غير بالبقايا ديال الدجاج اللي عندي.
درتها بيه وراه كتجي بنينه بزاف ولذيذه. وكنتمنىكم تجربوا هاد جوج وصفات اللي عطيتكم، واللي عجبوكم شاركوا معايا، اللي ما مشاركش يشارك يبرك على الجرس باش يوصلوا كاع من هو جديد عندي ان شاء الله. وديروا الا عجبكم هاد الفيديو ديروا لي جيم ديال الاعجاب، وبارطاجيو مع الاصدقاء ومع الاحباب ديالكم. وتنقول لكم صحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.